الوقت هتيجوا معانا عشان تكونوا شهود على إنشاء أول قرية نموذجية للشباب في الوادي الجديد. القرية بتنفذها مؤسسة مصر الخير اللي مهمتها بناء الإنسان، وبتشارك فيها وبترعاها وبيديها دفعة قوية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. المشروع كبير جدا ورائد وهيوفر آلاف من فرص العمل للشباب، لأنه بيتضمن زراعة وثروة حيوانية وداجنة وسمكية ومنتفع، وعمالة هتبقى داخل القرية. خليكم معانا عشان تشوفوا حلم كبير جدا سينفذ على أرض الوادي الجديد. نجاح مزارع مصر الخير للإنتاج الحيواني اللي بتمثلها شركة أرض الخير نموذج محترم في توفير فرص العمل للشباب وتحويلهم من شباب عاطل إلى شباب بيحقق دخل محترم وكمان مدرب على مشروعات الإنتاج الحيواني. دلوقتي أرض الخير بتمتلك 4 مزارع في سيناء وأسيوط والوادي الجديد وتوشكا، وبتجهز المزرعة 5 في الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة. أما المفاجأة الحقيقية هي اللي هتشوفوها دلوقتي، اتفاق بين مؤسسة مصر الخير والبنك الزراعي المصري ومحافظة الوادي الجديد وصندوق تحيا مصر تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعة على مساحة 1000 فدان في الوادي الجديد لاستيعاب طاقات شبابها في العمل بالإنتاج الحيواني، وكمان أبرز المتفوقين من الشباب اللي اتدربوا في مزارع أرض الخير، وعددهم الإجمالي حوالي 3000 شاب، ودول على فكرة بينتجوا سنوياً حوالي 100,000 راس عجول تسمين من مزارع أرض الخير. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خص فريق الجدعان بشرح وافي عن القرية النموذجية للإنتاج الحيواني في محافظة الوادي الجديد، وإزاي إنها واحدة من تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعمير الوادي الجديد وتوطين الشباب وتوفير فرص العمل والمسكن والحياة اللي تليق بيهم. معالي الوزير، أنا عايز أتكلم مع حضرتك في البداية على المشروع بتاع أرض الخير اللي هيتعمل في الوادي الجديد، اللي هيتعمل تحت إشراف وزارة الزراعة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، اللي هيستوعب 150 أسرة. ده نوالي إيه؟ والبنك الزراعي المصري. والبنك الزراعي المصري ده بنكنا. طبعا هو في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية إن إحنا نعمل كرة منتجة، على أساس إن الكرة بقت مستهلكة، فإحنا لما نرجع الكرة منتجة تاني أعتقد ده هيقلل الفجوة في أشياء، في الفجوة الغذائية، في أمور كثيرة. هذا الموضوع إحنا بنعمل نموذج، على أساس هذا النموذج يبقى نموذج ناجح ويبتدي يتعمم على بقية المحافظات. بصراحة المجهود اللي بذله السيد محافظ الوادي الجديد بتوفير الأرض، خلينا ننسق مع البنك الزراعي المصري ومع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة تحيا مصر. بصراحة طبعا أنا بشكر مؤسسة تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير بتجاوبهم السريع في هذا الموضوع، اللي فعلا لقينا أن معظم شغلهم برضو بيشتغلوا معنا في نفس المحاور اللي احنا بنشتغل فيها كوزارة الزراعة، وهي التنمية المستدامة. طبعا المشروع فدان، هيبقى فيه بيت وهيبقى فيه مزرعة بحد أدنى 20 راس. طبعا احنا مخدناش الشاب كده ودخلناه مرة واحدة، لا طبعا حصل له تدريب من خلال مؤسسة مصر الخير. مؤسسة مصر الخير لها مزارع منتشرة جدا على المناطق الحدودية، ممكن عندها من أكبر مزارع الإنتاج الحيواني. ابتدينا بدينا الشاب يتدرب عملي هناك، وبالتالي أنا بديله الاستعداد النفسي والاستعداد العقلي في عمل هذا المشروع. بنحاول نشوف ايه السلبيات اللي هي بتبقى موجودة خاصة في المشروعات الصغيرة، وبنساعده ان احنا يبقى داخل عنده راحة نفسية، فاهم ان لو عمل بجد يبقى ليه عائد ربح جيد، وبالتالي بنخليه ان هو يبذل قصارى جهده لهذا الموضوع. ايضا انا عامله ليه في البيت ان انا كمان بشارك، اذا كان الزوجة او اذا كان الاخت خلاص بشاركه، بيخلوه يشاركوه، فانت بتنشأ شيء تنموي متكامل بين الأسرة بمشروع يتم بذل مجهود فيه لنجاحه. اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اتكلم عن حلمه بإنشاء أكتر من قرية نموذجية في الوادي الجديد، وإن 44% من مساحة مصر اللي بتستحوذ عليها محافظة الوادي الجديد محتاجة تنمية حقيقية ومستثمرين جادين وشباب يبنيها بسواعده الشريفة. سيادة الرئيس في 2013 أعلن مشروع 1,500,000 فدان، منهم 400,000 فدان موجودين في الوادي الجديد. في عندنا طرق بالأسعار قبل ارتفاع الدولار ب5.6 مليار، طرق قومية عشان نجذب المستثمرين، كل ده عشان الخير. مصر الخير ناجحة عندنا في مشروع في الوادي الجديد. أنا بقول لكم الشباب، لسه الشهر اللي فات
كان اشتغلوا من 4.5 يعني من 4.15 ل 4 شهور و15 يوم لخمس شهور، الشاب خد 33000 جنيه بعباره عن ايه؟ شباب مصر كله، شباب مصر في اسيوط. انا بقول كده، انا بقول حضرتك وده في حقيقي. وبدانا المرحله الثانيه، بدانا ب 75 شاب. المرحله الثانيه بنشكر مصر الخير انها كبرتها بالتعاون مع الصندوق، مع الدكتور ريفين اللي هي جهاز تنميه الصناعات المتوسطه والصغيره. هيبقى 150 شاب وبدانا فيهم ان شاء الله. فنجحت الفكره، فقلنا نعمل نتوسع في الانتاج الحيواني. القريه هتبقى عباره عن 1000 فدان فيها 150 بيت، واحنا كنا بنتكلم عليهم مع مصر الخير والفكره. المهندس محمود انديل كون هو صاحب الفكره يعني الانتاج الحيواني، قال هنسميها شوفوا خد بالكم من الاسم بس كومباوند انتاج حيواني. فاحنا محتاجين تمويل، محتاجين اداره، محتاجين ارض. الارض موجوده في الوادي الجديد كمحافظه هنوفرها. احنا بندعو كل شباب مصر، كل شباب مصر فكره مع السيد وزير الزراعه، مع الدكتوره منى، كليات الطب البيطري، كليات الزراعه الاوائل 20 من كل كليه يجوا لنا فعلا، يجوا الوادي الجديد. احنا هدفنا جذب السكان. الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه لشؤون الثروات الحيوانيه والداجنه والسمكيه بتشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، وسندت فكره القريه النموذجيه في الوادي الجديد وشايفاها حلم جميل آن أوانه. عايز أسألك النهاردة، ربنا عندنا فرح كبير جدا في وزارة الزراعة، حضرتك واحدة من أسبابه العظيمة جدا، مشروع إنشاء أول قرية نموذجية لشباب في الوادي الجديد، بنغير وجه الوادي الجديد، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل مشروع للشباب، الشباب المتميز اللي أثبت تميز وكفاءة مع مصر الخير في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، تم مكافئته بإعطائه كل شاب فدان. الفدان ده هيزرع فيه حوالي 50 نخلة وبيته وحظيرة هيربي فيها المواشي بتاعته. احنا النهاردة محافظ الوادي الجديد اللي هو الزمالوت قال تعالوا الأرض موجودة وتفضلوا، ودلنا 150 فدان لل 150 شاب. عندنا تحيا مصر قالت أنا هحفر الأبيار للشباب علشان تمكنهم. النهاردة مصر الخير اللي دعمه بالإنتاج الحيواني، عندنا البنك الزراعي تابع لوزارة الزراعة بيدي القروض سواء البتلو سواء ملء الفراغات أو مبادرة البنك المركزي بإعطاء الشباب، واعتبار الإنتاج الحيواني صناعات صغيرة ومتوسطة، وأنا بعتبر ده نجاح ضمن مبادرة الرئيس 5%. نجاح لوزارة الزراعة ونجاح للبلد، لأن الأمن الغذائي هو أمن القومي لمصر. اللي احنا شفناه الحقيقه في طرق مشروع رائد، وانا مش اول مره ازوره على فكره، انا زرت قبل كده اكتر من مره ومتابعه، لان هو كان اصلا ل 3000 واحنا وصلناه ل 10000، ف 10000 راس يعني 20000 راس، واحنا النهارده في المشروع بتاعنا بتاع الوادي الجديد هيدينا 6000 راس كل في السنه. كل ده معناه ايه؟ معناها ان انا في بعد بدي دعم للأمن الغذائي، اللي أنا دايماً هقول الأمن الغذائي هو الأمن القومي المصري، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. فعايز أقول إن مشروع متميز، مشروع يعني مهم جداً. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مشروع البتلو كمان اللي احنا شغالين فيه ودينا مرحلة أولى 100 مليون، 40% منه من السيدات اللي في الريف. هو ده اللي احنا عايزين نتنقل تاني، ان الست هي القريه المنتجه. القريه المنتجه. المحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، دي شهادته عن مشروع مزارع مصر الخير اللي بتمثلها شركه ارض الخير للانتاج الحيواني في سيناء واسيوط والوادي الجديد والجيزه وتوشكى. طبعا الشراكه ما بين البنك الزراعي المصري ومؤسسه مصر الخير في شكل شركه ارض الخير، ده مؤسسة ده شراكة بتدل على التعاون ما بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني. المؤسسات المجتمع المدني يجب أن يكون لها دور فاعل في تنمية المجتمع، وأنا مش بتحدث كثيرا عن مؤسسة مصر الخير، أصحابها أقدر والمجتمع أقدر على أنه يتحدث عن دورهم الفاعل في المجتمع، لكن عايز أقول أن الشراكة بيننا وبينهم أن نموذج للتعاون يجب أن يحتذى به في مثل هذه المشروعات، لأن أنت بتجيب الشباب بتطمئن أن الشاب أولاً تشغيل الشباب، المساهمة في تقليل فجوة اللحوم، طيب. أولاً وجود رعاية كاملة للرؤوس وبالتالي تضمن معدل كفاءة عالي،
ان انت بتوفر للشاب الاعلاف والبيطري والرعاية وخلافه، ان بتوفر ان انت بتضمن للبنك ان الرؤوس موجودة في مكان امن، الرؤوس لا تبدد، وبالتالي تنمية حقيقية وليست وهمية. صحيح. وبالتالي احنا لما بنتعاون مع مصر الخير هدفنا احنا الاثنين ان احنا ننتج نموذج يقدم للمجتمع فاعل بيساعد فيه زي ما قلنا كده في تنمية الثروة الحيوانية، تقليل فجوة اللحوم، فرص عمل، تقليل التكلفة قدر الإمكان، التأثير على الأسعار في السوق، كل دي مؤشرات إيجابية. إحنا إجمالي اللي تعاملنا معاه خلال الفترة اللي فاتت مع مؤسسة مع شركة أرض الخير أو مؤسسة مصر الخير ما يزيد عن ما يصل إلى 750 عميل. مولنا رؤوس 15,000 راس. تم السداد بالكامل، لا يوجد نسبة تعثر اللي أنت كنت بتتكلم عليها حالا، مفيش تعثر تماما. ليه؟ لأن مقومات التعثر أو أسباب التعثر غير موجودة. اللواء محسن محجوب أمين صندوق مصر الخير ورئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير المنفذة لمشروع مزارع الإنتاج الحيواني بالمحافظات، مقاتل فريد من نوعه ومؤمن برسالة مصر الخير إن مهمتهم السامية جدا هي بناء الإنسان، وكفاية إنه بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. اسمعوا البطل. ربنا وفقنا لنجاح باهر في هذا المشروع الحي. احنا لغاية دلوقتي يعني تخرج من عندنا يجي 3000 شاب وحصلوا على أرباحهم، والأرباح دي بتوصل من 4000 يمكن ل 6000 جنيه في الشهر في الدورة اللي الشاب بيحضرها. والناس المتميزة في الشباب عشان نفرق شباب وشابات، اللي متميزين بيكملوا دورة تانية وممكن يكمل دورة تالتة. احنا كان حلم الشباب ده طب بعد ما يخلص تدريب ويتعلم ويبقى عارف كويس قوي ازاي يربي العجول وازاي يحصنها وازاي يعمل كده، هيروح فين؟ احنا كان هدفنا ان احنا نعمل مستثمر صغير. المشكلة اللي دايما بتواجهنا في المشروع ده الارض، والمشكلة اللي بتواجه الشباب طب هعمل مزرعتي بعد ما اتدربت وبقيت عندي الخبرة على فين؟ هحطها فين المزرعة بتاعتي؟ هل في اتصالات مع المحافظين ان احنا نوفر اراضي للشباب بعد ما يخلصوا الدوره بتاعتهم، انه ياخد فدان واحد فدان يشتغل عليه ويبني نفسه ويبقى مستثمر في الانتاج الحيواني؟ هو الحقيقه اول استجابه جت من الوادي الجديد. احنا في مصر خير بنقول للمحافظات اللي احنا فيها يا جماعه احنا جاهزين، اللي هيقدر يوفر ارض للشباب احنا تاني يوم هنشتغل. وجت اول استجابه من الوادي الجديد وتم تخصيص فعلا 1000 فدان لهذا المشروع، وبنبدأ ببناء أول قرية نموذجية عبارة عن 150 بيت ل 150 شاب. كل بيت على فدان، هذا الفدان بيتعمل فيه مزرعة صغيرة من 20 ل 50 راس تقدر يتوسع يعني، والباقي بيتزرع، باقي الفدان بيتزرع نخل من الأنواع الراقية، البرحي والمجدول، البرحي والمجدول والحاجات اللي هي ذات القيمة العالية لأنها بتناسب هذا الجو في الوادي الجديد، وبيبقى عندك مستثمر صغير وبيتمول في تنفيذ هذه الحاجات من البنك الزراعي أو من الصندوق الاجتماعي أو من البنك الأهلي، وبيقدر يسد دينه من المكاسب اللي بتجيله. القرية النموذجية بالوادي الجديد فتحت خير على شبابها وعلى شباب مصر، لأن المحافظ اللواء محمد الزملوط قال أي شاب راغب في الاستفادة من القرية يتقدم فورا لمحافظة الوادي الجديد، وبجد عايزين زي النموذج ده 100 ولا 1000 قرية نموذجية وشباب مصر جاهز. دي كانت آخر فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان، لكن قبل ما انهي الحلقة حابب أناشد كل المصريين، الأسبوع اللي جاي عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، وهيبدأ موسم ذبح الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ولكن لازم نفكر إزاي نحافظ على شوارعنا وصحتنا. تحويل شوارع مصر إلى أنهار من الدم ظاهرة غير مقبولة. القانون بيقول إن الجزارين يذبحوا في المجازر الحكومية عشان ياخدوا الأختام، أما المواطنين بيذبحوا في أي مجزر سواء حكومي أو شرعي، روح أي مجزر اذبح فيه، ولكن ابتعد عن شوارع مصر. شوارع مصر تحول أنهار من الدم شديدة الخطورة على صحتنا، على صحتك أنت شخصياً. الذبح في الشارع يعني مفيش دكتور بيطري كشف على الذبيحة بتاعتك، معنى كده أنت ممكن تأكل لحوم فيها مرض السل، فيها مرض الحمى القلعية، فيها أكتر من مرض ممكن يصيب الثروة الحيوانية. لازم نحافظ على بعض، أنت حافظ على نفسك من أنت يبقى في كشف طبي،
عليها كشف طبي بيطري على العجول أو الماعز أو الخراف أو الأضحية بتاعتك أيا كانت، وحافظ على صحتنا وحافظ على بيئتنا، وفي النهاية نحافظ على شوارعنا. كفى أنهار من الدم. كان معاكم محمد غانم، انتظرونا كل يوم جمعة الساعة 7 مساء على القاهرة والناس.